اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، كل من طلب منا الدعاء في هذا المقام الشريف، اللهم حقق رجاءهم وبلغهم مقصودهم، اللهم احفظ لهم الأولاد والبنات والعائلة والأحباب، اللهم شافي مرضاهم وارزقهم الصحة والعافية وتمام العافية. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجمع شملهم وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وارفع مقامهم في أعلى مقام في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أسعد قلوبهم، اللهم صب عليهم الرزق صبا صبا من غير كد ولا تعب ولا مشقة. اللهم اكتب لهم زيارة إلى البقاع المقدسة فضلا منك وإكراما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله، واختم لنا ولهم بالحسنى.